يوم الجمعة الأول من الشهر الكريم كان دمويا كما سابقاته في عاصمة الشمال السوري حلب. طائرات النظام وروسيا لم تفارق سماء حلب وريفها مستهدفة الأحياء والمدن، ما خلف شهداء وضحايا جدد. طريق الكاستيلو شريان حلب الوحيد تعرض للقصف مجددا، ما أسفر عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة آخرين أثناء مرورهم بما بات يعرف بطريق الموت. أهالي حي الجزمات استفاقوا على غارة جوية روسية استهدفت مبنى سكنيا، ما أدى لاستشهاد 3 أشخاص بينهم طفلة ووالدتها وإصابة آخرين. اليوم كان الصبح اليوم قصف الطيران الحربي الروسي من الصبح، 3 غارات على المنطقة هون، في 3 شهداء وعارفين تحت الأنقاض حتى الآن، الدفاع المدني عم يطالعون. حي السليمانية الواقع تحت سيطرة قوات النظام استهدف بقذيفة أدت إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين. في ريف حلب الشمالي تعرضت بلدة كفر حمراء للقصف بالقنابل الفوسفورية المحرمة دوليا، ما أدى لاندلاع حرائق في منازل المدنيين. لهيب المعارك لم يخفت في أرياف حلب، حيث استعاد الثوار عدة نقاط سيطرت عليها قوات النظام أمس على جبهة الملاح بالريف الشمالي، كما أعلنوا مقتل 50 عنصرا من قوات النظام والاستيلاء على إحدى أحدث الدبابات الروسية T-90. الاشتباكات على جبهة الملاح جاءت بعد يوم من سيطرة جيش الفتح على قرية القراصي في الريف الجنوبي، والتي شهدت هروبا جماعيا لقوات النظام وميليشياته، كما شهدت المعركة أسر الثوار لخمسة عناصر من حركة النجباء التابعة لميليشيا الحشد الشعبي العراقية. نجم عبد الله سار من بغداد مدينة صدر. حسين هاتو حسن نجم بصرة. قوات النظام أشعلت عدة جبهات في ريفي حلب الجنوبي والشمالي خلال الآونة الأخيرة، محاولة تشتيت الثوار والسيطرة على مناطق جديدة حسب ما يقول محللون، مؤكدين فشلها في تحقيق أي مكاسب عسكرية على الأرض باستثناء قتل المزيد من المدنيين.